قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح كل اللي جاي جاي بوجع ياخد مكانه فرحها ويروح ومن النهارده يا روح ما في بعدك روح حبت ظروف اتجمعت على شكل واحده قلبها مجروح حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم اي باب مفتوح فرحها وروح ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح ويا عيني على لف السنين اتقدمين واتعلمين عداني شر الحليم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفايه انه تعاش وقت ما نسيبناش اسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس بس اللي لازم يتعرف كتر الالم بيموت الاحساس مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفايه انه اتعاش وقت ما نسيبناش ويا عيني على لف السنين اتهدمين وتعلمين عداني شر الحليم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني أظن دلوقتي هتقولي على كل حاجة. أنا عملت كده عشان خاطر البلد. ولاد البلد كتير. يا ترى عملت كده علشان أنهي ابن بلد فيه. أنا هقول على كل حاجة. مش هستحمل أكتر من كده. كويس تفضلي اطربي دكتور فريد حسن هو اللي طلب مني اخد الصور دي يا
فريد حسن. احيانا ممكن نتخلى عن نقطه في سبيل اننا نكسب نقط كتير بعد كده. نتيجه التحقيقات لما هتظهر هتخلصني من فريد حسان مدى الحياه. بالعكس، حاجه زي كده هتكبره اكتر وتعمل منه بطل. مش مهم، خليه يعمل فيها بطل ويعترف على نفسه، المهم ان هو يتقبض عليه ويترمي في السجن. ساعتها هيتحول لرمز، وهو شطار قوي في تمثيل دور الضحيه زي ما انت عارف. فريد حسان لو عملنا منه رمز بايدينا هيلم وراه تيار الاسلام السياسي كله، واحنا ما صدقنا اننا نحجمه ونشتته عشان نتجنب تطرفه. والدكتور فؤاد رئيس الوزراء اكبر نموذج لده، قدرنا اننا نفصله عنه ونكسب جزء كبير منهم في صفنا. عشان كده لازم التحقيق يتحفظ، خصوصا اننا قدرنا نتجاوز اللي حصل. شكلنا هنقعد شويه في السكوت ده. السكوت مش مفيد في الحالات اللي زي دي يا حاج عبد البر. يا ابني احنا مالناش دعوه باي حاجه. يا ابني طب يا حاج، شفت بكبرك وبقول لك يا حاج ازاي؟ عربية من المعرض بتاعك اتنقل فيها سلاح استخدم في جريمة قتل، ومفيش قدامي غيرك انت وولادك الاتنين. لو مش مصدقني يبقى خدوني انا، لكن سيبوهم هم مالهمش اي ذنب. مش مفيد بالنسبة لنا القبض عليك، اختار لك واحد من الاتنين يشيل الليل. بوس ايدك، ابوس ايدك، ابوس ايدك عشان خاطري، عشان خاطري يا ابني. هما مالهمش اي صالح باللي حصل. مين اللي ليه صالح؟ مين اللي نقل البندقيه؟ لا خلصني واختار لك واحد من الاتنين. اقول لك عشان اسهلها عليك، اختار اكتر واحد مستغني عنه فيه. استغفر الله العظيم يا رب، الاتنين ولادي يا ابني، الاتنين ولادي، ارجوك يا سعاده البيت صدقني. انا فاهم، انا اللي نقلت الحاجه. رضا ملوش دعوه بحاجه يا باشا. اسكت يا ابراهيم. العربيه دي استلفها واحد مننا معرفه، تاجر في سينا تعرفه من فضل. في اليوم ده خدها وقال انه عنده مشوار نواحي اسكندريه. اسمه ايه الراجل ده؟ ربيع يا باشا. ده ربيع؟ هو يا باشا، وزي ما الحاج قال لك والله العظيم مالينا دعوه بحاجه. واخدين رضا ليه؟ ما انا قلت لكم كل حاجه يا باشا. عربيه من عندكم اتنقل فيها سلاح، وهو اعترف بده. يا عمدة يا فرنسيس، عامل ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ سامحني معاك، اتفضل. دكتور سمية مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا، انا اكرم جابر. يا ترى حضرتك فاكراني؟ معقولة أنسى معيد كنت بشتغل معاه في الكلية؟ ازيك يا أكرم؟ أنا الحمد لله تمام، بس بصراحة كده بقى سبت الكلية، لقيتها مش جايبة همها. بس الحمد لله دلوقتي بقيت مدير تحرير مجلة نص الدنيا. والله طول عمرك شاطر. تلميذك يا دكتور. على فكرة أنا بشوف حضرتك هنا كتير، بس بصراحة كده كنت بتكسف أجي أسلم على حضرتك. بتكسف مني أنا؟ مش أي داعي للكسوف، بتكسف مني دي؟ طبعًا ده شرف ليا يا دكتور، وبجد ميرسي، و أي هوب يعني إن أنا أشوف حضرتك تاني. أكيد. ميرسي يا دكتور، أنت حضرتك أموريني بأي حاجة؟ لا ميرسي، ثانك يو. يعني إذن حضرتك. اتفضل. مفيش مستشفى غير دي؟ في مستشفى في أسوان، بس دي بعيدة، ما أعتقدش.
حجم المستشفى ولا المسافة تنفع يعني. أيوة بس دي إحنا افتتحناها قبل كده. ده جناح اللي إحنا افتتحناه، في جناح تاني لو حضرتك عايزة. ده جديد؟ هو قديم بس إحنا جددناه وطورناه ويليق يعني. في مصنع في برج العرب. ابقى نسق مع وزير الاستثمار خليه يروح يفتتحه في أقرب وقت. ابعت لي ناس على المستشفى بالليل، غير لي فيها، ابعت أجهزة، سراير، غير دهانات، المهم تلاقي لي أي حاجة افتتحها بكرة. حاضر حاضر. نحن الآن أمام فيلا هاشم الرئيس، المرشح المحتمل للرئاسة. في انتظار سؤال أخير بعد إذنك. وهل ده له علاقة بحادثة القتل اللي حصلت من كام يوم؟ وإيه اللي حصل في الحصة أصلاً؟ طيب اهدوا بس، اهدوا واسمعوني كويس يا جماعة. اللي حصل أمور داخلية في الحملة، يعني لو كان لي أهمية كنا أصدرنا بيان. التغيير سنة الحياة، وارد جداً إحنا نغير من وقت للتاني، وزي ما بيقولوا الطلاينة البغال بس هي اللي ما بتغيرش طريقها. وامتى هنعرف البديل عن سامح؟ هو الحقيقه في عده اسامي مقترح بس احنا لسه ما قررناش يعني. اي جديد هنعلنه على الموقع الرسمي بتاعنا وحضراتكم هتعرفوه. والتغييرات الاسلاميه حضرتك متشكر، شكرا جزيلا. لو سمحت شكرا جزيلا. هتعرفوا شوفوا الموقع الرسمي، الموقع الرسمي. طب سؤال اخير، سؤال اخير بعد اذنك. معلش معلش، شكرا جزيلا. نحن الان نريد ان نعرف من سيكون البديل عن سامح؟ حمله هاشم الرئيس، المرشح المحتمل للرئاسه. كانت معكم اسماء قناه ال بي دي العربي. استاذ هاشم. ايه في؟ تسمح لي اقول لسيادتك حاجه؟ اتدخل يعني في شغلك؟ والله يعني على حسب. الكلام اللي سيادتك قلته بره ده مش كفايه خالص. نعم؟ انا اسفه ان انا دخلت في حاجه زي ديت، بس بما اني جزء من الحكايه أنا كنت عايزة أقول لك رأيي مش أكتر. اللي هو؟ كان لازم تقطع الطريق على سامح، ما تخليهوش يستغل فرصة زي ديت. أقصد يعني كنت تشيله الحكاية بدل ما هو يشيلها لك. ده ابن عمي وأنا عارفة كويس أوي. هو ده رأيك فيا؟ شايفة إن هاشم الرئيس بتاع شغل شايلني وشايلك؟ ما هو عشان سيادتك مش بتاع الشغل ده. أنا بتاعت الشغل ده. متربية عليه من صغري ورضعاه. أنا حبيت أحذرك بس مش أكتر. متشكر. لسه واصل. سامعك اتكلم فيه ايه؟ وبعدين؟ قول لي انت متأكد ان سامح هو اللي قال الكلام ده؟ طبيعي اتعامل حضرتك هنا ايه في الفيلا؟ بما انك مقيمة في الفيلا، ما حصلش أي خناقة بين هاشم الرئيس وسامح؟ هو حصل خناقه كبيره قوي، سمعت الفيلا كلها. سامح مش عاجبه اللي حصل من رجاله حمله هاشم؟ لا 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 من فضلك، الاستاذ هاشم ملوش دعوه اطلاقا بالموضوع ده. الاستاذ سامح كان عايز يورطه. يورطه فين؟ انا من يصف ان انا اتكلم عن اذنكم. لا ارجوكي ارجوكي، انت كده ممكن تعملي لي مشاكل. هو هاشم الرئيس ما عدتكم لو اتكلمتوا؟ لا من فضلك، انا ما اسمحلكش تتكلم على هاشم الرئيس بالشكل ده. الاستاذ هاشم ملوش دعوه باللي حصل ده خالص. الاستاذ سامح هو اللي خطط ودبر. يا ترى سامح هو المسؤول اللي هاشم وعد بتقديمه للعداله؟ الاستاذ سامح هو اللي افتعل المشكله دي كلها، وللاسف ادي وقت الجد اهو هرم المسؤوليه. وكان ايه هدفه؟ يبتز هاشم الرئيس ويلوي دراعه. ويلوي دراعه ازاي وهو شغال معاه؟ هو كان ليه شويه طلبات والاستاذ هاشم الرئيس رفض ان هو يعملها له. للاسف سخن شويه شباب كل ذنبهم ان هم بيحبوا هاشم الرئيس، عن شباب تانيين مؤمنين بقضيه اخرى، وكان كل في دماغه ان هو يعمل مشكله.
وللاسف بقى حصل اللي حصل. وكان ايه مطالب سامح؟ وكان هيكسب ايه لما يعمل مشاكل في الشارع؟ انه يثبت لهاشم الرئيس ان الولاد اللي في الشارع دول تحت امره، باشاره واحده منه ممكن يتحركوا. انا اكيد لخبطت. طب سؤال، اخبار كتير سمعناها النهارده فيها الجد، واللي بندعي ربنا ما تكونش جد. كان معاكم من الرئيس لاول مره. لو حلقه النهارده عجبتكم هستناكم بكره في نفس الميعاد. بتمنى لكم يوم سعيد. برافو يا منى، هايله 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 يا منى، هايله هايله هايله، برافو. عمر مبروك يا منى. أنا سمعت البرنامج كله برا، حلو قوي بجد. طب ما جيتش تشجعني من ورا الإزاز ليه بقى؟ أصل أنا خفت إنك تتلخبطي لما تشوفيني. بس كان حلو قوي بجد. ميرسي قوي يا عمر. مريم، تقدري تقولي لي ايه اللي عملتيه ده؟ انا فعلت زيك بالظبط. ما هو مش معقوله هسيب حته عيل صحفي صغير يخبط كلمه شمال على هاشم الرئيس. اضطريت ارد. اضطريتي؟ يعني انت عايزه تفهميني ان في حد يقدر يحسبك على حاجه؟ حتى لو كنت قصدي ان انا اخرج اتكلم، كان لازم حد يخرج يبرر الموقف. مش هنستنى لما يشيلوه كل الدم اللي سال ده؟ تقومي تشيلي لي سامح ابن عمك. والله الاستاذ هاشم الرئيس عندي اهم مليون مره من سامح ابن عمي، وبالتالي المكان اللي احنا فيه ده لا يستحمل لا مشاعر ولا عواطف. متشكر متشكر يا مريم. انت كمان بتشكرها؟ تقدر تقول لي خرجت تتكلم مع صحفيين بصفه ايه؟ وانت بصفه ايه بتتدخلي دلوقتي؟ ها؟ تقدري تقولي لي انت عملتي ايه؟ فكرت تتصرفي في اي حاجه عشان تحل الموقف ده؟ مش مسؤوليتي ولا مسؤوليتها، ده شغلك انت. عظيم. وعشان شغلي أنا شكرتها، لأنها بمنتهى البساطة قدرت تحل الموقف السخيف اللي أنا اتوضعت فيه. والمفروض حضرتك أنت كمان تشكريها. وبما إن ده شغلي فأنا مش عاوزك تحاسبيها على أي حاجة. وعموماً أنا بعفيكي من المسؤولية دي، وبعفيها هي كمان من حالة اللخبطة لطبيعة الدور اللي بتقوم بيه. عشان كده أنا قررت من النهاردة إنها هتشتغل معايا. لا 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 من فضلك، الأستاذ هاشم ملوش دعوة إطلاقاً بالموضوع ده. الأستاذ سامح كان عايز يورطه. ربنا يورطه فيك. أنا مليانة إن أنا أتكلم عن إذنكم. لا أرجوكي أرجوكي، أنت كده ممكن تعملي لي مشاكل. هو هاشم الرئيس ما عدتكم؟ مش عارفة. لا من فضلك. مش عارفة البت الواطية دي بتعمل كده ليه؟ يعني أنت مش عارفة بنتك الهنا بتاكل فيا أنا عشان تملى عين هاشم. بنتك بتسمع لكبير قوي يا مرات عمي، ويوم ما حبت تطلع درجة خدتني أنا السلمة. أنا ما تزعلش يا سامح يا ابني، أنا آسفة والله مش عارفه اودي وشي منك فين. بس هي كده طول عمرها باصه للعالي، مش عايزه تبص للواطي ابدا ولا تحت رجليها عشان تشوف خطويها رايحه فين. وبعد كده اهوت ان شاء الله هتقع على بدور رقبتها ونارها هتحرقنا وتحرقها هي كده. ماليش فيه يا مرات عمي والنبي، ماليش فيه. اديكي شفتي وسمعتي بنفسك عشان ما حدش يجي يغلطني بعد كده. هتعمل ايه بس يا حبيبي؟ معرفش معرفش، بس عليا الحرام من بيتي، عليا الحرام من بيتي لاخد حقي. هتعمل ايه بس يا سامح؟ بنتك بص لفوق قوي يا مرات عمي. ايوه انا قلت لك انها بص لفوق، قلت لك انها بص لفوق، وانا خايفه والله خايفه عليها. هتروح في 60 ده السمسره هتقع على بدور رقبتها وهوديها في 60 داهيه وبنفسي. بقول لك ايه يا حبيبي، اسمعني بس يا سامح يا حبيبي، امسحها فيا ما تزعلش، هي قليله الادب مش متربيه. بس اعمل ايه؟ اعمل ايه بنتي؟ اعمل ايه؟ كله خير ان شاء الله يا حبيبي، كله خير. خير ايه؟ خير ايه يا مرات عمي؟ هيجي منين الخير يعني؟ مريم بدأت حرب ويا انا يا هي. يا جمال اسمعني بقى وبلاش مقاوحة، انت مالكش دعوة بحاجة، انا اللي بطلب منك كده. يو يا جمال مفيش بكرة، النهاردة يعني النهاردة. ما تهدى يا سامح، في ايه؟ مالك تاكل في نفسك كده ليه؟ ماجي بقول لك انزلي من على ودني، انا مش ناقصك ماشي؟ انا بيتلفق لي موضوع الله اعلم هو ايه، فما تخليهاش تطلع فيكي. سامح انت عارف ان انا ما بحبش الطريقة دي. يوه.
ايه الهنم زعلانة ولا ايه؟ يعني قاعدة لوحدك كده ومكتئبة ومش عايزة تكلمي حد. رياسو ده انا حبيبك. عاجبك اللي بيعمله ابوك؟ والله يا ماما انا شايف ان انت اللي اديتيها الفرصه. انا بتكلم عن ابوك وانا بتكلم عن اصل المشكله. المشكله ان ابوك ابتدى يتكلم معايا بطريقه قاسيه جدا من ساعه ما ابتدى حملته الانتخابيه دي، وبعدين اتعود على الطريقه دي بقى واقف ضدي في كل حاجه في كل حاجه. انت اللي بعتي عنه. انا مش عارفه اعمل له ايه، بحاول انقذ ما يمكن انقاذه، بس حاسه ان في مسافه سور عالي بنبعد عن بعض يوم عن يوم عن يوم. مش عارفه اعمل ايه. مدام سمية بعد اذنك انا عايزه اتكلم معاكي. طب انا هستأذن. خليك يا استاذ رامي عشان انت كمان فاهمني غلط. ماشي. واضح ان البيت هنا كله فاهمني غلط يا مدام سمية. اي حاجه بعملها بتحس ان انا بقحم نفسي في موضوع المفروض ما اخشش فيه، مع ان اول يوم جيت اشتغل هنا جيت عشان خاطر بس اريحك واشيل عنك كل مشاكلك عشان تفضل استاذ هاشم اللي انا شايفه ان هو اصلح واحد يبقى رئيس للجمهوريه. طب ما قلت امشي انا من الاول بقى. رامي انا ما باكلش من الكلام ده خالص. لو سيبتك كمان ما بتاكليش من الكلام ده انا مستعده اخرج بره البيت النهارده وما تشوفيش خلقتي تاني. مريم اللي عملتيه ده ما يصحش. أنا ما كانش قصدي والله العظيم. ما هو ما كانش دورك إنك أنت تطلعي تتكلمي مع الصحفيين. أيوه أنا عارفة، لكن المشكلة دي بسبب ابن عمي. يعني اللي أنا بوظته كنت لازم أصلحه، ولا أنت إيه رأيك؟ اتحسب عليا؟ اتحسب عليا دور لازم أعمله وأنا عمري ما كان مطلوب مني إن أنا أصلح أي مشكلة زي دي؟ أيوه بس أنا ما فكرتش في كل الكلام ده. أنا كنت عايزة أحل المشكلة. ما فكرتش بقى في ايه العواقب اللي هتيجي بعدها. انا اسفه. انت عارفه انا قد ايه بحبك. ذنب مش ذنبك. انا مش عارف من غيرك كنت عامل ايه. انا نازل من البيت وعفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. كان ممكن اروح اعمل جنايه في البيت دي ولا فاشل. مفيش حاجه مستاهله يا حبيبي. محروق قوي ليلى مش عارف اعمل ايه. ما قلت لك ما تعملش اي حاجه، ما فيش حاجه مستاهله. فكك بقى ده انت سكر. عارفه يا بت انت اكتر واحده في الدنيا دي فاهماني واكتر واحده مستعمله، عشان كده شكلي اتجوزك. بتقول ايه؟ اتجوزك. بتهزر يا بنت. هو في ظرف الجواز؟ بقول لك اتجوزك في ايه؟ ما دي طريقة تقول لي بيها اتجوزك. اه دي طريقة طبعا. بص هو انت تمام بس صاحبتك مش تمام. انت بس اللي حاطط مريم في دماغك. مريم زي اي بنت حلوة عايزة تبقى ملفتة محل اهتمام الناس مش اكتر يعني. يا ستي على راسي بس مش على حساب امي. بص انا معرفش هو ايه اللي حصل بالظبط بس انا متاكده انها عاقله جدا وذكيه، يعني لا يمكن هتحط نفسها في حوار بين امك وابوك. وبعدين انت يعني لو تشيل بقى مريم دي من دماغك شويه كل حاجه تبقى زي الفل. طب اقول لك على حاجه، مريم دي عايشه معايا في البيت، يعني لا يمكن انا هقعد معايا واحده في البيت تكون خبيثه ولئيمه. ايه الله، هي يعني ساعات بتتفهم غلط بس صدقني في الاخر بقى كلامها كله بيطلع صح. طب اركبي بقى برجليك الحلوه دي. ما تقعدش تفسى من شويه.
فين بيت الرئيس رجب؟ ايوه يا نزل. سوانك كترو يا ريس. تلم يلا. انا عايزه نوجه. اتفضلي. ايدك حنينة يا كارولين. تأمريني يا حاجة، عينيا ليكي وسط رجب والله. يا اختي خلي رجب مع الشيشة بتاعته وخليكي معايا انا. اتفضلي. الله. اهلا وسهلا. نوجا. منال ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني يا حبيبتي. ايه اخبارك؟ ازيك يا منال؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت منال؟ هو انت رجل؟ انا ابوك. تعالي في حضني يا بنت. انت رجل اول مره اشوفك. ديكي شفتيني يا منال بعد شو؟ تعالي بنت. أنا عمري ما شفتك أصلاً علشان يبقى فيه شوقة. تديني معلومات مضللة يا ماما؟ دي برضو القلب الحنين والصدر طيب. أنت بتهزر؟ 20 سنة ما شفتكش وأنت بتهزر؟ أنا حبيبتي عايز أخفف وقع الصدمة عليك يعني. هو أنت هتهزر تاني؟ طول الطريق وانا لغاية هنا قاعدة بحسبها 100 مرة. لما اشوفك مش عارفة اعمل ايه. هاتك في حضني ولا بعدك عني ولا اضربك بالقلم ولا اعمل ايه؟ مش عارفة. انا من ساعة ما عرفت انت موجود هتجنن. عشتيني يا حبيبي. بس هنا بس. اخرب بيتك، انت جايبانا في ايه؟ قلب نور بقى مرتين. اقلب ايه؟ قلب نور مرتين. ها؟ قلبه تاني كمان؟ الله يخرب بيت سنين، انت جايبانا فين؟ انت لو مش عايز تعيش تجربة، مش عايز تبقى فنان، انا جايباك تجرب. جايباك تجرب؟ احلى مسا يا استاذة. ازيك يا سعادة؟ تمام. اخبارك ايه؟ زي الفل. بقول لك ايه؟ استاذ رامي ده غالي عليا وصاحبي الانتيم، يعني لو جالك تظبطه. يحصل، تمام. هتعوز ايه؟ حتة ب 300. والمسا ده قال الاستاذ رامي عشان اول تعرف ما بيننا. شكرا يا سعاده. صباح الفل. امسك يا سعاده. طب ما تيجوا نعمل معاكم اي وجبه. شكرا يا سعاده. مره شبه اي حاجه. طيب شكرا. يلا بس بيتجبلنا دولاب حشيش. بقولك ايه، مش عايزه الفلاك سيجاره. انت ايه يا بنتي؟ ايه انت يخرب تشطن. استاذ سامح الوقاد مطلوب بكره في النيابه الساعه 9. ممكن تنضي لحضرتك هنا؟ شكرا يا فندم. ايه رايك في الطعم ده؟
حلو قوي، جامد ستايلش، هبقى جنن عليكي بجد. بنتي مريومي، الراجل هاشم ده لو له في العط هتهبلي. غلطانه، هاشم مش بتاع عط، هاشم جه دخله معينه، الدخله دي من دماغه، وانا بقى ناويه اركز معاه في الحته دي. احبك يا مركز. ها اكيد ابنه زيه يا اختي ولا ايه؟ يمكن يكون زيهم. امه ايه بالذكيه خالص. جين ابعدي عني، انا مش عايزه مشاكل الايام ديت، عايزه اركز مع ابوه. من العين دي قبل العين دي يا اختي. عينك برضه سافله. امشي البسي يلا. صباح الخير. صباح النور. انا مريم، كنت جايبه خصوص. اهلا اهلا سياده الرئيس، مستنيكي. اتفضلي. ميرسي. كل اللي جاي جاي وياخد مكانه فرحها.
سطر القلم بيموت الإحساس. مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه تعاش وقت ما نسبناش. أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم